ظهور مشرف لمنتخب يد الناشئات ومركز سابع في بطولة العالم بمقدونيا. مجهودات كبيرة جدا من اتحاد اللعبة كمان ومن بنات مصر اللي كانت كل واحدة فيهم نموذج في الجدعنة وتقدير المسؤولية. ناشئات اليد منتخب واعد وقدامه الفترة اللي جاية بطولات كثيرة وكبيرة جدا، متوقعين منه مزيد من الإنجازات. إيه الخطط اللي هيقدموها لنا؟ المنتخب هيعمل إيه معاهم في اللي جاي؟ إزاي بيقيموا أدائهم اللي فات؟ وايه اللي منتظرين يحققوه في الفتره اللي جايه؟ معانا ضيوفنا النهارده وبطلات كره اليد. معايا عن يميني نانسي منورانا، طبعا احسن لاعبه في مباراه كازاخستان، اهلا بيكي. ومنى الحناوي احسن لاعبه في مباراه الهند، اهلا وسهلا. وطبعا يثرب، انا مش هقول هي بتلعب ايه، يعني هي بتقدم نفسها، شايفين ما شاء الله. يثرب وليد افضل حارس مرمى، انا مش هاخد صوره بالطول وانا واقفه معاكي. يثرب منورانا، جميله ما شاء الله عليكي. ومعانا دكتور زينب، دكتور علاج طبيعي، دكتور زينب باشا، دكتور علاج طبيعي وتغذيه ووقايه من الاصابه كمان، اهلا بيكي منوره حضرتك. طبعا الف مبروك، شرفتونا ورفعتوا راسنا. وانا عاوزه اقول لكم، طبعا عايزه اتكلم اكيد عن تقييمكم لادائكم في البطوله الاخيره، بس احنا هنعمل تقسيمه يا جماعه، اللي عارف الهاند بول زي حالاتي، احنا هنعمل تقسيمه كده ونتكلم ونشوف اللي عندنا باك ليفت هنا وينج ليفت هنا وينج رايت، والدكتوره موجوده والجول كيبر. الاول عاوزه اعرف احساسكم بتقييمكم لادائكم انتوا بعد وصولكم للمركز السابع، راضين عنه وسعداء ولا مفيش حاجه بتكفي وبتسعد؟ احنا طبعا نبدا بنانسي. احنا طبعا كنا سعداء جدا، بس احنا كنا متوقعين ده وكنا متوقعين احسن. بس احنا عشان احنا اول بنات تعمل كده، احنا دخلنا التاريخ طبعا ان احنا نعمل حاجه زي كده. سبع عالم دي طبعا حاجه كويسه. احنا كنا متوقعين طبعا ان احنا نبقى من التوب 8، بس الحمد لله احنا عندنا احسن من كده، وان شاء الله يعني كاس عالم اللي جاي. انتوا عملتوا انجاز يحسب لكم لاول مره في تاريخ مصر. طبعاً. وصول فريق الناشئات للهاندبول للمركز السابع في بطوله عالميه بنات. ناشئات، ما هو ناشئات بنات. ايوه طبعا، مش الناشئين. فطبعا ده انجاز يحسب لكم ودخلتوا التاريخ بيه 100%، لكن خلاكوا بقى مثلا بتفكروا الخطوه اللي جايه ازاي؟ اخد مثلا راينا منه. طبعا احنا المفروض اللي احنا وصلنا له ده حاجه كانت مشرفه لينا، وكانت اللي قبلنا ما عملوهاش مصر كلها الحقيقه. بس احنا طبعا كنا رايحين كنا ناويين على حاجه يعني احسن من كده، وكنا نفسنا طبعا نبقى من التوب 4، يعني دي كانت تبقى حاجه كويسه قوي لينا. بس يعني الحمد لله يعني كتر ما شاء الله وده اللي حصل يعني. بس اللي ان شاء الله اللي جاي احسن يعني ان شاء الله. ويثرب، احساسك ايه برضو بالفوز؟ حقيقي بصي، احنا طبعا احنا اكيد كنا مبسوطين جدا، لان احنا فعلا احنا حققنا انجاز محدش عمله قبل كده. بس ده طبعا على طموحنا، يعني احنا بعد كده ان شاء الله لا كاس العالم اللي جاي احنا مش عايزين نفكر بس ان احنا في التوب 8، لا احنا فعلا في التوب 4 ان شاء الله، لان احنا حسينا ان احنا نقدر وان احنا كنا قريبين. بس طبعا كان سعادتنا كانت سعاده كبيره قوي، يعني ان احنا نحقق انجاز لا سابع عالم ده حاجه كبيره قوي. وفي نفس الوقت مسؤوليه حارس المرمى اقوى بكتير من اي حد، يعني انت برضو اي حاجه حلوه تيجي فيكي حاجه. لا لا يا منى، لا الفريق كله عليه مسؤوليه كبيره. الباك ليفت والباك رايت وال وهم اللي بيجيبوا جوان. هي كملت المكسب، بتصد عن فريق. الفكره ان هو حارس المرمى بيكون اخر خط دفاع قبل الكره تدخل الشبكه، يعني اللي هو بعد اللعبه الحلوه بالظبط، فزمايله بيشيلوا عنه برضو بلاوي، يعني في فاست بريك ممكن يخش في وش اللعيبه مثلا يكسر مناخيرها. ايوه اللعيبه لعيبه قديمه على فكره. لا انا اصابات كتير ما تعديش. فطبعا لا طبعا انا بهزر، لكن اكيد احنا لو جول كيبر كان عندنا ما بيبقاش قوي ومتين، كل مجهودنا ممكن بيروح في الارض، لان برده معانا فرق جامده. صحيح. طيب دكتور زينب ايضا نسمع صوتها كمان، يعني انت بتسافري معاهم ولا بس يعني في هنا في الماتشات اللي هنا؟ عامه انا المفروض ماسكه منتخبات البنات دي من ساعه ما اتعملت من 2013. كنت ببقى موجوده مع كل الفرق اللي موجوده، وكانت مرحله الحمل والولاده والكلام ده كله مش موجود متاجل. فمن سنتين مثلا اخذنا قرار ان انا محتاجه اجيب معايا حد صغير، اجيب بقى جونيورز يبداوا يشتغلوا هما في المجال، وانا هيبقى معايا البيبي بتاعي. فانا كنت موجوده هنا معاهم طول فتره الاعداد في طول السنين اللي فاتت كلها، لكن على السفر نفسه ما كنتش بقدر اكون متواجده معاهم نظرا لان البيبي لسه ما كملش سنتين. بس احنا 24 ساعه قاعدين مع بعض، والبيبي بتاعنا موجود معانا وبيطلع معانا التمرين، بينزل معاهم في الملعب، بيعمل كل اللي يقدر يعمله. بيبي بتاعي ما شاء الله. ده هم بيدلعوكي كمان، بيقول لك زوسته.
هما يعني هما بيقولوا لي زوست عشان ده اسمي اوريدي اللي هو نيك نيم بتاعي من زمان مش من قريب. فهم عاده على طول بيقولوا لي زوست. انا ما بحبش حته ان احنا الدكتور والفريق. الدكتور لو مش جزء من اللعيبه مش هيقدر يديهم وياخدوا منهم. لازم يكون عندنا ثقه ما بيننا وبين بعض. لازم يبقى الثقه وحب باحترام فيقدروا يسمعوا اللي انا بقوله. لان احنا طلباتنا تعسفيه شويه. تاكلوا ايه تشربوا ايه تناموا ازاي تقوموا ازاي. فيها شويه حاجات رخمه اذا أشد هم مش من بابا وماما يعني. ده اشد كتير. وهي كابتن دكتور زينب على فكره شديده. خلاص اشتكي بجد اشتكي. لا هي طلبت معانا صور جميله اهي. بس احكي لنا يعني ايه الحكايه. لا احنا في الاكل طبعا كل الاكل بيبقى هيلثي 100%. لو في حاجه نحليه اللي هي بتبقى تحليه بتبقى حاجه مثلا كل شهرين تقريبا بتبقى حاجه سخنتوطه خالص كده. وكمان ممكن ما ناخد عيش يعني. ايوه بس اتعودتوا اكيد على اللايف ستايل ده يعني. بقى خلاص لو حد يجي يقول لك خدي حاجه مش هتقدري خالص. لا على فكره يعني حتى بعد ما خلصنا البطوله وكده يعني فين وفين لما ناكل الحاجات بقى اللي هو الفاست فود. وتقريبا مش قليل ولا برجر ولا الحاجات دي. انا عايزه اعرف اعماركم. نانسي كام سنه؟ انا 18 ومن 17 ويثرب 17. مالناش دعوه طبعا بالدكتور زينب. طب احكي لنا عن الصوره دي وظروفها ايه بقى. هي الصوره اللي لابسين احمر دي فين؟ مكتوب طبعا انت مش شايفه الصوره دي اللي موجود فيها اللي احنا قاعدين فيها هو يثرب. هو ده يثرب في ساعه مصاده الكورتين بتوع البنالتيز بتاع الماتش السابع والثامن. يثرب هي اللي شالت الكورتين اللي خلونا نكسب سابع مش ثامن. شفتي شفتي يعني صرنا نقدر دورها. ده كان احتفالنا. هي الناحيه الثانيه مين؟ بنوت اسمها تقى. دي لعيبه عندنا باك ليفت بالمناسبه. واللي جنبها قلبي حس باك ليفت برضه. قلبي حس الاثنين باك ليفت. شايفه المكان فين؟ حياتنا ليهم كلهم والمنتخب الحقيقه يعني. كان نفسنا طبعا يكون الفريق معانا يعني كله. بس طبعا الاستوديو ما شاء الله دول يعني ايه وحوش مش لعيبه عاديين يعني. طب انا عايزه اعرف لان ناس كتيره ما تعرفش ان البنت لما تخش منتخب ناشئات حاجه وانها تلعب في النادي بقى مع الفريق برضه حاجه ثانيه خالص. في معسكرات وفي بتشوفي ممكن اهلك ساعات بالعشر ايام مقفول عليكي ما بتشوفيش حتى الاهل والقرايب. مش اكل بس اللي فيه مشقه وعذاب. فاحكوا لنا بقى المعسكر اللي كان قبل البطوله دي كان عامل ازاي. احنا طبعا احنا قبل البطوله قعدنا اربع شهور. كنا بنرجع البيت يوم الثلاث بس يعني. هو الثلاث بس اللي نشوف اهلنا فيه وكده. بس طبعا هو والدراسه بعدها الدراسه بقى احنا طبعا كنا بنذاكر. لو في دروس بناخدها اونلاين. وساعات لو المكان اللي احنا كنا فيه جنب الدروس ممكن يطلعونا بس اللي هو الساعتين بالظبط. وبينظموا لنا وقتنا طبعا في مثلا اوقات الفري اللي ما بين احنا بيبقى عندنا تمرين الصبح تمرين بالليل. الاوقات الفري بقى اللي ما بينهم اي كانت بتبقى ست ساعات. واحده فتنس واحده مهارات. وساعات بتبقى مهارات كمان من الصبح. بس الست ساعات دول مثلا يعملوهم يعني لو في نوم طبعا دكتوره زوستا بتقول لنا عليه. وطبعا بقى لازم ننام يعني وقت النوم لازم ننام. لا احكوا للناس عن تدريباتكم بقى. انتوا بتشيلوا اكياس رمل وبتشيلوا حديد وبتجروا بيها كابتن تايجر مدرب الاحمال بتاعنا. هو اللي كان مسؤول دايما عن تمرين الجيم والتراك وكده. وده اصلا يعني هاندبول تبقى اكتر حاجه رجلين بقى وبدني وكده. هو كان سبب ان احنا نبقى شايلين نفسنا جوه الملعب ويبقى البدن بتاعنا عاليه تستحملوا الماتش. طب ايه اللي تميزتوا بيه يثرب في السباق ده يعني؟ قالوا على المصريات ايه البنات المصريات دول؟ هو احنا كان اكتر ميزه في فرقتنا ان احنا عندنا تقريبا كل حاجه يعني. في فرق كتير كانت ان هي ممكن تكون متميزه بحاجه واحده ومتميزه بيها يعني. مثلا فريق زي فريق كوريا هو متميز بالسرعه. انما احنا عندنا هنا في الفريق بتاعنا كنا احنا لا ما شاء الله كنا متميزين ان احنا فريق سريع فريق قوي فريق عنده باكات بتشوت من بره فريق عنده وينجات سريعه بتخش فريق عنده بلاي ميكرز. بالظبط بلاي ميكرز كويسين بيعرفوا ان هم يمشوا الملعب. ويفتحوا اماكن ان هم يعدوا او بقيه اللعيبه تعدوا. عنده طبعا حراس مرمى كويسين. بس دي كانت ميزه ما شاء الله عن بقيه الفرق. ان هو كل فرقه لما بتحاول تمسكنا من ناحيه بنقدر ان احنا نطلع من ناحيه ثانيه بمهاره حد بطريقه انتوا اقوياء فيها مختلفه. ده غير الامنيات العاليه اللي جواكوا طبعا. بالظبط احنا كنا رايحين كان عندنا يعني فرعنا. بالظبط كان عندنا طموح وروح اعلى تقريبا من يمكن من كل الفرق طبعا. اللي احنا قابلناها احنا كنا رايحين احنا عارفين ان احنا قابل فرق قويه عارفين ان احنا طريقنا مش سهل. وان يعني دي كمان اول بطوله ومعانا فرق جامده قوي وفي نص الطريق. بس احنا لا كان عندنا ايمان ان احنا ان شاء الله هنقدر نعدي كل ده دايما على طول. طب احنا معانا جاي لكم رساله انتم ما تعرفوش عنها اي حاجه خالص ولا احنا كمان. تعالوا نشوف ونرجع تاني. Oh, 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 oh
يا مكسر كل المقاييس، مين زيك طب كده في باريس؟ يا مكسر كل المقاييس، مين زيك طب كده في باريس؟ قمر جديد وعمل طفره. ازيكم عاملين ايه؟ عاوز اقول لكم ان انا كالمعتاد زي ما بيقول انا فخور بيكم دايما، مبسوط قوي باللي انتوا عملتوه، ولازم تبقوا عارفين ان دي مش النهايه ولا زي ما بيقولوا بدايه النهايه، بالعكس دي بدايه البدايه. اللي احنا عملناه ده احنا حطينا رجلينا على اول عالم كره اليد الحقيقي، ولسه عندكم بطولات كتير جايه كتير. اتمنى ان احنا كلنا بعد ما نخلص فرحتنا نرجع نرتب دماغنا تاني، لان مشوار طويل وجميل، وانتوا عارفين المشوار لما بنكسب بنبقى فرحانين، وتقدروا تكسبوا طول عمركم. اتمنى لكم كل خير، واتمنى ان الناس تفكر ان دي بدايه البدايه، واحنا فخورين بيكم، بسطتوا الناس كلها، وتعبتوا دي بفايده، ومبروك مبروك. طبعا عايزين نقول كابتن محمد فرغالي مدير الفني للعبه، يعني بنحييه طبعا، عمل لكم مفاجاه. انا عماله ابص على وشوشكم وانتوا بتتفرجوا. اتفاجئتوا ولا لا؟ لا بجد بجد. انا عايزه اقول حاجه، بيقول لكم دي بدايه البدايه، ممكن اقول لكم لسنه هو يعني احنا كمان بعت له مفاجاه اهو، عيد ميلاده. ايوه طب كويس، تهنئه للكابتن بعيد ميلاده من الفريق بتاعه، من دكتور زينب ومننا شخصيا بمناسبه عيد ميلادك، وبنحييك على النتيجه الجميله اللي انت يعني عملتها لنا مع هذا الفريق الجميل. وبنهديك بقى احنا اغنيه عمرو دياب برضه، يا مكسر تاني. طب انا يعني اللي انا اعرفه ان دايما المدير الفني او مدرب الفرقه بيبقى العلاقه بينه وبين اللاعب مش مجرد بس التمرينات وكده، لا هو فجاه بيتحول انك بتخافي منه جدا وبتحبيه جدا واخ وصديق، وداخل معاكي في مشاكل البيت، ولو اخوكي مزعلك بيتدخل، ولو حد في المدرسه. الكلام ده متحقق عندكم في الفريق ولا انا ايامي قديمه ولا ايه؟ لا طبعا بيبقى متحقق، وخصوصا في موضوع النفسيه، هو قبل كل ماتش بيقعد معانا ويتكلم معانا، ولو اي حد بيبقى خايف بنروح نقول له، اي حد بيبقى متوتر بنروح نقول له، لدرجه ان احنا بنبقى قبل الماتش ما حدش فينا، احنا طبعا هو بيبقى فيه التوتر الصغير اللي هو بنبقى عايزين نكسب وخلاص، بس هو بيبقى قاعد معانا، وبننزل الماتش ما بنبقاش فعلا خايفين خالص زي ما احنا كنا متخيلين قبل البطوله. يعني هو بيقعد معانا في كل مره. حد عنده مشكله مثلا عائليه، مشكله شخصيه، بيروح يتكلم مع المدير الفني؟ بيكون كباتن فرقه بيجمعوا ويجوا يقعدوا معانا، مالك في ايه وكده، بالذات كمان حوار النفسيه وكده في الماتشات. احنا كان عندنا ناس متصعده مع 2002 لعبوا كاس عالم قبلينا، اصغر منكم؟ هم لا قدنا، بس لعبوا مع الفرقه الاكبر مننا وراحوا كاس عالم قبلنا، فاي حد كان متوتر من اي حاجه وكده كانوا يقعدوا معانا يقولوا ان الفرقه قريبه مننا، وكانوا بيدونا يعني خبره عن السبورت النفسي. ايوه عشان هم كانوا سابقنا في موضوع التشجيع. دكتور زينب طبعا في شق عندك اللي هو الوقايه من الاصابه اساسا، يعني انت بتشتغلي على ده ازاي؟ بتجهزيهم لايه؟ احنا عاده لينا تمرين قبل كل تمرين حوالي ربع ساعه او نص ساعه، بيشتغلوا فيها تقويات معينه، حاجات سبيسيفيك للمنطقه اللي هم هيشتغلوا عليها، لان احنا اللعبه كلها محتاجه رجلين كتير، محتاجه كتف كتير، ودي من الاصابات اللي بتحصل. تتعلم تقع ازاي لو هتقع؟ بالظبط كده، تتعلم تتخبط ازاي. كل مركز ليه تسخينه بتاعته، كل مركز يبقى عارف هيشتغل على ايه، الوينج غير الباك غير الفرود غير كل مركز، الحارس بيشتغل حاجه ثانيه، فليهم سبيسيفيك تريننج كده بيشتغلوها قبل كل تمرينه، بحيث ان احنا نجهز جهازنا العصبي عامه، انه انا هنزل اعمل الاكشن ده بليفلز اعلى، بس اكون عملت له زي فايرنج اون. بيشتغلوا كام ساعه في التمرينه دي؟ احنا التمرين بتاعنا بيبقى عباره عن تمرينتين في اليوم، غالبا 3 ساعات الصبح و3 ساعات بالليل، او 3 ساعات وساعتين بالليل. وفاضل وقت ايه في وما بقاش فتنس بس يعني زي ما حضرتك متخيله ان هو فتنس بس الصبح وبالليل مهاري؟ بس لا، احنا بنعمل تمرينتين، واحده فتنس وواحده مهارات. لا احنا حاليا فتنس ومهاري الصبح، وفتنس ومهاري بالليل لو احتاجنا كمان، ده يقدروا يشتغلوه. عندنا جيم على مدار الاسبوع، عندنا التراك او التريننج الجري كتير على مدار الاسبوع، ده غير وحدات المهاري اللي موجوده ليهم، وحدات راحه في النص وايهم اوقات ريكفري، فاليوم بتاعهم مشغول. لازم هم بيقولوا اسبوعنا بيبدا من يوم الثلاث او من يوم الاربع بعد الظهر ليوم الاثنين بعد الظهر، احنا بنخرج فعلا يوم الثلاث، يوم الثلاث هو ده يومنا الاوف، غير كده احنا جوه المعسكر. طب هبه عندها سؤال، بس هنطلع بريك سريع كده ونرجع نواصل حوارنا تاني مع بطلات مصر الكره.
زلنا بنواصل حوارنا مع الجميلات والمصريات الحلوين بطلاتنا في كرة اليد. وهبة كان عندها سؤال من قبل الفصل. بصوا احنا عشان نكون صراحة احنا متفقين ان الهاندبول لعبة ممتعة ورائعة بس لعبة عنيفة. فدايما كده ايه بالذات مركز الباك ومركز الوينج لما بيكون في لعيب في الفرقة اللي قدامك غلس وعمال ايه في يعني في غفلة عن الحكم ديك كوع شوية خبطك شوية زقك شوية بيعلمونا دايما ان في طرق معينة للتعامل مع هؤلاء اللاعبين. يعني بتعملوا بقى معاهم ايه؟ اخد بقى من منا ومن نانسي. هي بتبص لك ليه يا نانسي؟ ونانسي وحتى الجول كيبر كمان بقالي ساعات دخل. هو طبعا عشان انا فيرود فانا بكون اكتر حد محتكة مع الفرقة التانية بكون وسطهم وسط الضرب وسط الحاجات دي. بس طبعا عمري ما هعرف يعني اقدي في الماتش لو انا ركزت مع يعني هي دايما لو هي بتعمل لي حاجه عشان تضايقني فهي بتشتت تركيزي عشان ما اكونش مركزه في الماتش. فاهم حاجه ان انا ما اكونش مركزه معاها. اكتر حد غاظك في الفرق الثانيه او اكتر واحده كده مش هتنسيها بقى كانت مركزه معاكي في الناحيه دي؟ هو الصراحه يعني كل الفرق كانت بنزل بلعب بغل ان انا عايز اكسب. فكله كنت بنزل اللي هو كله بيجي عليا وانا باجي عليه وكلنا كنا بنت. ما فيش حد كده. كان حجمه يعني خضك بتاع كده عليه دايما الوينج بيبقى صغير شويه. ممكن المجر شويه كانوا كانوا من تحت لتحت من الحكم الباصص يشدوا لي التيشيرت كده. اخر ماتش ايسلندا كان اخر كام جون كنا بنشوط شدوا الطرحه وكده. طب منا نانسي احنا نانسي ان انت يعني في الاصابات ايه يعني كتير شويه نانسي باك يعني بقى غصب عنك بتاخدي الصدمه وبتتصابي كتير يعني مش بتصاب كتير قوي يعني. بس انا من اربع سنين كده او اربع سنين وشويه كان جالي قطع في الغضروف اللي في الركبه وعملت عمليه ورجعت الحمد لله. وبعدين من سنتين جالي قطع في الصليبي بس الحمد لله كنت بقدر يعني. هو مساله وقت وتاهيل بس لازم تقيلي يبقى كويس قوي ده ما كانش في تمرين ده كان ضرب في الملعب مش كده؟ يعني دايما اغلب اصاباتنا بتبقى ضرب في الملعب اتخبطتي زقيتي صح؟ طبعا اشتغلتي على ده عشان تقومي بقى وتعملي مقاومه واراده شغل صعب تعب جدا طبعا بيبقى بالسبع شهور وست ساعات في اليوم بتاهل بس وبتتمنعي من اللعب تماما طبعا. ماما عملت ايه لما اتصابتي في الملعب كانت معاكي؟ يعني ماما يعني بتبقى معاكي لما بتتصابي؟ يعني لا ساعات وساعات بس يعني هي ماما دايما اللي واقفه في ظهري وبتقويني يعني حتى لو هي شايفه ان انا متضايقه وكده هي طبعا هي اللي بتضحك وعادي وهتقومي منها ودايما هي اللي بتقف في ظهري. وبابا بطلات الحقيقه اللي بيصحوا بدري ويتمرنوا معاكي وينزلوا في الملاعب. اتفضلي. حد منكم بيخاف يقعد اهله يتفرجوا عليه في الماتشات او ما بيحبش او بيتوتر؟ لا يعني ما بقيناش لا بالعكس بقينا بنحس ان احنا عايزينهم يشجعونا عايزينهم يشوفونا يعني بالذات في يمكن في الماتشات بقى بتاعت كاس العالم دي ان احنا لا احنا عايزين بجد الناس تبقى قاعده تتفرج علينا في التلفزيون. طبعا مش بيكون ده تركيزنا يعني احنا مش نازلين ماتش بنفكر مين بيتفرج علينا او لا بس لما احنا كنا بنكسب كل ماتش والكابتن مثلا يوصل لنا رساله ان الناس في مصر فخورين بيكوا او فرحانين بيكوا كنا بنحس اللي هو كل ماتش ان احنا لا في ناس بجد بتتفرج علينا فاحنا لازم نكون قد المسؤوليه دي. احنا مش زي زمان كانت ممكن تكون في بعض الرياضات او كده محدش بيكون مهتم بيها قوي فده ممكن برضو كان بيأثر بنوع ما على اللعيبه ولسه بقى مش نجوم وابطال وبتاع مش بيتحسب عليهم. احنا كده كده محدش مهتم بينا انما لا دلوقتي لما نحس ان احنا في اهتمام وان احنا لا الناس بجد بتفرح بينا ده بيخلي ان احنا عندنا حافز لان احنا عايزين نكسر الدنيا. بنصحى نصلي الفجر مثلا يعني احنا دايما طبعا الموبايلات طبعا بتبقى مسحوبه عشان بنركز اكتر في البطوله وكل حاجه بس طبعا بنبقى اللي بيصحى بقى الفجر ده عشان يصحي الفرقه كلها ده بيبقى تحفه بقى بنقعد بقى نصلي الفجر وندعي كل حاجه يعني. في وقت فراغ تام ولا في بقى مجال الموبايل ولا سوشيال ميديا ولا حاجه. طب دايما لعيبه الهاندبول او اي لعبه جماعيه لما بيجي بعد كده يتفرغ في حياته بيبقى مكمل في نفس المجال تدريب تحكيم. انتوا شايفين نفسكم فين بعد مثلا ما السنوات المتاحه للعب يعني في الماتشات تبقى خلاص وصلت لاخرها؟ ابتدي بيكي. انا بصراحه يعني الى حد ما كنت عايزه ابقى حكم وكنت ناويه ان انا امشي في السكه دي بس مش عارفه يعني انا مش هيسيبوكي لا يعني جول كيبر كده جميل يعني بس كنت عايزه ان انا ابقى حكم جنب الهاندبول يعني في نفس فتره لعبي يعني مش عارفه بصراحه ممكن بعد ما اخلص سنين لعبي او كده ممكن يبقى ساعتها اتجه شويه للتدريب تدريب بقى الاطفال الصغيرين او كده بس هيبقى اطفال صغيرين بس مش هوصل لاكبر من كده. طيب ومنا ونانسي منا يعني طبعا هاندبول كانت اكتر حاجه امل ليا فيها ان انا اكون حاجه كبيره فيها كلعيبه يعني
احترف بره وكده. عايزه تحترفي بره؟ ولو ما حصلتش فرصه وجامعتي هنا بقى وكده يعني نفسي اكون يعني انا بقى ادي خبرتي للاجيال الاصغر مني، اكون بدرب بقى وكده تكون حاجه كويسه. انا مبسوطه بيكي ان انتوا حجابكم ما كانش عائق في الرياضه، ونموذج جميل، لابسين حجابكم حلو وبتتمرنوا وعندكم ثقه في نفسكم جميله. عايزه اروح لدكتور زينب، وبمناسبه الامهات والاصابات يعني كنت بتتعاملي ازاي مع هلع الامهات؟ في امهات بقى تبقى هلوعه كده طول الوقت، يعني بتتعاملي ازاي معاهم؟ بنقابل نوعين من الامهات صراحه في الحاله اللي زي دي. في امهات بتبقى هي السبورت زي ما كانت نانسي بتتكلم، بتبقى هي اللي سانده وهي اللي داعمه، يمكن حتى بتبان قدام الام هي البنت هي اللي داعمه، لكن هي في الخلف معايا بقى انا في الباك ستيج في التليفون منهار. هي اللي مرعوبه واللي منهاره. دايما بيبقى لازم دورنا ان انا اطمنها واعرفها واوريها صوره واضحه وصوره كامله عشان تبقى فاهمه الوضع صح، ما بقاش يعني مش اخبي عليها مش بداري عليها حاجه، لازم تبقى عارفه بالظبط الستبس اللي محتاجين نمشي فيها. بس من ساعه الاصابه لحد ما يبان في الاشعاعات انت بتبقي يعني لازم احتويهم، لازم احتويهم اذا كان اللعيب او اذا كان الام، انا لازم احتوي، ده دوري يعني، ده الجزء المهم بتاعي النفسي اللي بقول عليه لما بيكونوا قريبين مننا، ده بسبب لازم اكون قريبه من اللعيبه ومن امهات اللعيبه، لان هما لازم انا اكون ليهم الداعم النفسي في الموضوع. حكيت تلعبي اصلا هاندبول؟ ما كنتش بلعب هاندبول، بس كنت بلعب رياضه عموما، لكن ما كنتش بلعب هاندبول. بس انا زي ما قلت لحضرتك كده، انا في الهاندبول بقى دلوقتي داخله في 9 سنين 10 سنين لو ممكن العب عادي يعني انا يعني زيهم دلوقتي في الملعب، فهو ده اللي مخلي عندي باك جراوند حلوه للاجيال الموجوده، يعني خلاص بقيت حافظه اللعبه، انا موجوده جوه الملعب كتير قوي خلاص حافظه اللعبه فعلا. الامهات دايما بنقابل منهم زي ما حضرتك بتقولي القلق الرعب الخايفين، لحد ما توصل معاهم الصوره كامله، لحد ما يوصل لهم بقى الوضع صح او يبقوا فاهمين الصوره كامله، وبيبقى في ثقه بعد فتره. بالظبط، هو ده المهم، يعني اكيد الثقه مبنيه بناء على خبرات كذا مره حصلت، موقف حصل في الثاني في الثالث، فبداوا يبقوا الكلمه اللي بتتقال معروف اولها من اخرها، معروف هيحصل معاهم ايه. بالظبط. بعدين هم لازم يبقوا عارفين كويس قوي ان اللعبه لعبه عنيفه، احنا لعبتنا لعبه عنيفه، وحضرتك اقدر واحده باللي انا بقوله ده، وبيحصل فيها اصابات كتيره على مدار اليوم، احنا ممكن في اليوم الواحد يبقى فيه 4-5 اصابات. الحمد لله احنا دلوقتي بنحاول نقلل عدد الاصابات على قد ما نقدر بالانظمه الوقائيه اللي بتحاول تتحط مؤخرا بالعلم الحديث. طبعا يعني كلكم واقفين ضوافركم صح؟ مفيش بقى الموضوع ده طبعا اكيد ضوافر طويله اكيد. لو خدنا مصطلحات اللعبه مثلا زي مصطلح الفنت، الفنت دوت اللي هو بسهوله كده تعمل حركه خداع عشان تعدي من المدافع اللي قدامك، مين فيكم اشطر حد بيعرف يعدي من او ما حدش بيعدي من الفنت المروحه او الفنت عمد. انت دي انا بره طيب لا بتعمليها برضه تجيله كده عشان يعني يرميها ساعات الجول بيطلع يلعب فاست بريك سريع كده لطيف او جول للجول. طيب مين فيكم بيعمل ده؟ كلنا احنا الاثنين. هو انا يعني ممكن عشان انا فرد، فانا ساعات لما بيبقى في نقص في الملعب او حاجه بطلع العب باك رايت او اي حاجه بغير مركزي مثلا، فممكن ساعات بعدي وكمان في النادي بتاعي يعني اصلا وينج فبتعدي بسهوله وبتجري تحت رجلين اللعيبه الكبار. أيوة مركزي الاساسي فرود، بس جينا قبل افريقيا غيرت المركز وكده، طبعا مستواي فيه كان كويس وارقامي فيه كانت كويسه، فلعبت في كاس عالم وينج وبرده كنت من الناس التوب في الوينج برده، فكانت حاجه كويسه يعني. ونانسي سهل يتعدى منك في الماتش ولا اللي بيقع قدامك ما بيعديش؟ لا هو احنا جول. اصلا اوريدي اصلا بنبقى قبل الماتش بيوم بنقعد بالساعتين وثلاث ساعات محاضره بنذاكر اللعيب اللي قدامنا، هو بيعمل ايه وبيحب يعمل ايه وبيشوط فين وكده يعني، فبنبقى داخلين عارفين يعني فعلا مش بيخش يعني. قولي لنا نانسي، لما نطقوا اسمك في يعني في احسن لعيبه في كازاخستان يعني كان في دهشه على وشك، اللي شافوكي وصوروكي قالوا يعني مش فرحه اكتر ما هي ازاي يعني؟ هي كانت دهشه يعني، هي كانت مفاجاه ومفاجاه ليا، لان دي اول بطوله ليا مع المنتخب واول ماتش ليا مع المنتخب. فطبعا انا يعني طبعا هي حاجه كان نفسي فيها طبعا وكنت بحاول يعني، بس كانت مفاجاه لينا كلنا. وكان هو كان ماتش انا كنت داخله يعني كنت بقول ان شاء الله العب حلو يعني، بس اللي هو يعني ما انا بدماتش يا رب فريق يكسب، بس ما انتش عارفه يعني ان شاء الله يعني، بس ما انا بدماتش كانت حاجه مفاجاه كبيره قوي يعني. ما شاء الله تستحقيها. طيب هو المفروض ان في جزء برضو من اللعبه ان هو لعبه او رياضه عامه بتخلي البني ادم يتخلص من اي طاقه سلبيه جواه، ما يبقى اهدى، ما يبقاش عنيف، بس دي لعبه عنيفه متأثر عليكم في حياتكم مثلا بره الماتش، ان بيتخاف منك وتعمل لك حساب في المدرسه او في الجامعه مثلا وتعصبي بسرعه ولا هي ممكن ما يعني عايزين دكتور زينب كمان يعني جاوبي بس اسمع من دكتور زينب. انا اللي بخاف منهم هم اجريسيف معانا احنا بيبقى فعلا فيها شويه عنف على الشخصيه غصب عنها شويه. اكيد طبعا مختلفين شويه عن يعني
انا يمكن احتكيت بباسكت وبهاندبول، لا الباسكت مختلف كلعبه اروع شويه، يعني أهدأ. الستايل بتاعها مختلف شويه. هنا هم زي الووتر بول، ما بقولش ان هم عناف قد ما اقول ان هم عندهم سيلف كونفيدنس كويس، هم عندهم ثقه في نفسهم كويسه، اللعبه بتخليهم احتكاكهم قوي البدنيه. ما تزعليش عشان هتزعل يعني، مش هتعدي، فانا يعني ما تحاولش تعدي عشان مش هعدي. بنحاول نبان ارق واحسن. بنحاول. وريني عينيكي كده. طب قولي والله. ما شاء الله بناتي جنين. طب ياسرب هو عامه، هو الناس اصلا لما بتكون عارفين ان احنا مثلا بنلعب هاندبول او كده بيبقوا حاسين ان بيتحشوكوا. مش بيتحشونا، لا بالذات انت والنبي، بالذات انت والنبي يا ياسر، يعني ما شاء الله، يعني دخلتك كده فيها كده. ما شاء الله. لا بيبقى عاملين لنا حساب اللي هو ده لعيب هنبول ايه ما تجيش عليه. بس هو اصلا عامه في حياتنا، لا احنا يعني انا كياثرب مثلا مش بحس ان الموضوع مخليني ان انا عنيفه او كده، بالعكس يعني ده اصلا اي طاقه عندي بتخليني ان انا خارجه في التمرين، فبالتالي بره التمرين انا ببقى اهدى. بس زي ما زوستا قالت ان احنا بتكون اللي هو لا انا لو حد جه عليا فاللي هو لا استعملي حساب خاف مني. قبل ما نوصل بقى للثقه دي اكيد كان في خوف في الاول، عشان تتغلبي على الخوف ده قعدتي قد ايه؟ يعني كلنا لما بنقف قدام جمهور وبتاع بنبقى صغيرين لسه شوية. يعني انت ابتديتي كام سنه وانت صغيره؟ 6 سنين. يعني ابتديت وانا عندي 6 سنين. 6 سنين كنت بتخافي طبعا؟ ولو الواحد بيبقى صغير قوي مش حاسس باللي حواليه بالظبط. يمكن تعرف على الكوره بقى 6 سنين وانا صغيره قوي بالظبط. الكوره اكتر ايه لان بقى كنت بتتكسفي لما مامي تقعد او حد من عيلتك يتفرج وبتاع في خجل وكده لحد ما وصلنا للثقه دي؟ شويه يعني. طبعا في الاول زمان لما كنا في النادي وكده، لما مثلا يبقى في ماتش قوي وعارفه ان اهلي جايين يتفرجوا بقى ماما وبابا وكده، فاللي هو بقى قاعده بقى اللي هو ايه عينيكي عليهم كل شويه بالظبط. انا لو طبعا لو لعبت يعني لما العب حلو ببقى في قمه فرحتي، ان هو بقى بالذات لما اشوفهم مبسوطين وكده. بس بقى ببقى مرعوبه ان انا العب وحش. يعني بالنسبه لي بقى ان انا لعبت وحش اللي هو لا انا كنت عايزه كده. مواصفات فتى الاحلام برضو السن بتاعكم يعني قرب شويه، ممكن يكون مقرب شويه من الله الله الله. بصي الضحك هل مواصفات الله 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 دكتور زينب كمان بتضحك عليها. انا اسمع يا جماعه، لعبت الهاندبول اللي حابه تكمل زيكم وتكمل في مجال الهاندبول سواء في تحكيم او في تدريب، هل من مواصفات اللي تتمناها في فتى احلامها ان هو يكون هو كمان في مجال الهاندبول؟ ياسرب لا مش عايزاه في الهاندبول. لا مش عايزاه تبقى خناقه كده اصلا. احنا الاثنين هاندبول هيبقى كتير. طب ونانسي هو اهم حاجه يكون رياضي بس مش هاندبول برضه. مش عايزاه هاندبول؟ لا ليه 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 احنا الاثنين عايزين هاندبول. لا هو احسن، ما هو طبيعي مش هنشوف بعض اولا. كده كده بس طبيعي يعني يكون بيلعب لعبه غير اللعبه اللي انا بلعبها تبقى حاجه احسن، يعني مش عارفه ليه بس انا حابه كده، يعني هو يبقى رياضي في اي حاجه ثانيه غير الهاندبول. طب ومنى؟ طبعا يعني اهم حاجه انه يكون رياضي يعني هنقول اي حاجه. بس يعني برضه لو قالك اقعدي يكون حلو يعني عشان هيبقى فاهم لعبتي. لو قالك اقعدي مفيش لعبه هتلعب؟ لا مفيش حاجه اسمها في هنقول يعني. طيب هو انا شايفه متفقه معاهم في الراي ده. انا متفقه معاهم طبعا في بعض الحلقه. انت كمان كأم بتوفقي بين بيتك وزوجك وابنك برضو بترتبي وقتك؟ هو للاسف بقى انا اللي زوجي في الهاندبول دي اللي هو يعني اللي في الهاندبول. احنا هو دكتور منتخب اليد برضو، فاحنا وجود الطفل معانا كان تقريبا موجود في كل الاوقات. هو طفل الحمد لله. ركان كوكو. اركان ركان 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 نيك نيم كوكو. فهو كوكو مشهور يعني كوكو ده معروف اكتر من مين. ان شاء الله مبروك ليكم. مبروك والله شرفتونا اليد، شرفتونا ورفعتوا راسنا بنات حلوين. ودكتور زينب شرفتينا وشكرا على تعبك معاهم. ولو هفني الشوق هبقى اجي لكم مره يعني التدريب. تنوري. انا اي الم الكوره خاص بيك على طول. شرفتونا ونورتونا. وبعد الفصل الشيف محمود واكل متميز جدا جدا، استنونا بعد الفصل.